نختم هذا المجلس بالحديث 30 عن عبد الله بن عمرو قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي وحديث صحيح. في الصباح والمساء وعند النوم تعوذ بالله والتجاء إليه واعتصام به من هذه الشرور كلها ومن مصادرها وبداياتها ونتائجها ونهاياتها. بدأ بتوسلات عظيمة إلى الله وذكر جملة من نعوته الكريمة وصفاته الجليلة، فتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، وأنه عالم الغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية، فيعلم السر والعلانية محيط بكل شيء سبحانه. وتوسل إليه بأنه رب كل شيء ومليكه، فلا يخرج شيء عن ربوبيته، فهو مالك كل الأشياء سبحانه وتعالى. ثم أقر له بالتوحيد والعبودية وأنه المعبود بحق، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا كله مقدمة بين يدي الدعاء، وإظهار الفاقة والفقر والاحتياج إلى الله. ثم ذكر حاجته وسؤاله، وهو أن يعيذه الله من هذه الشرور، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وابن القيم رحمه الله قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصدري الشر، ما هما في هذا الحديث؟ النفس والشيطان. جميل. وذكر مورديه ونهايتيه، ما هما؟ عوده على النفس أو على إخوانك المسلمين، إخواني المسلمين. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه. فالحديث فيه تعوذ بالله من أربعة أمور تتعلق بالشر. الأول شر النفس، وشر النفس يولد الأعمال السيئة والذنوب والأثام. والثاني شر الشيطان وعداوة الشيطان وتهييج الباطل وتزيين الذنب للإنسان وإحزان الإنسان وحتى ما يتلعب به في المنام. يعني شر الشيطان كثير، يعني ما هو بس تزيين المعاصي، لا، أحياناً يخيفه بالليل ويسوي جاثوم وممكن يصرع ويتلبس فيه ويجي في المنام ويقض مضجعه. شرور الشيطان كثيرة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وذهب في هذه المتاهات الشيطانية. وقوله وشركه يعني ما يدعو إليه من الشرك، ويروى شركه يعني حبائله. والثالث اقتراف الإنسان السوء على نفسه، وهذه النتيجة من نتائج الشر عائدة لنفس الإنسان. والرابع جر السوء إلى المسلمين، وهذه الشلل في الاستراحات وفي غيرها، أو أجر على مسلم اقترف على نفسه سوءا أو أجره المسلم. العصابات اللي يكونون العصابات أجره إلى مسلم. اللي يزين الفاحشة ويدخل واحد في المخدرات أجره إلى مسلم. شوف أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم. لو فكرت في هذه كلمة أجره إلى مسلم شيء عظيم والعياذ بالله. جر السوء على المسلمين، جر السوء على المسلمين، كتابات إلحادية، عصابات فكرية منحرفة، مواقع، مجموعات واتس، دخل معنا، ويجر عليهم حتى الدعارة، يجره إلى مسلم أو إلى مسلمة. فكر فيها، ستجد فيها أشياء، يعني أشياء خطيرة جداً. وقد جمع الحديث التعوذ بالله من ذلك كله، فما أجمعه من حديث
وما أعظم دلالته وما أكمل إحاطته بالتخلص من الشر. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونعوذ بالله مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد.